تنجيو نعبرو فيه على السخط ديالنا، على الحقره اللي تنعيشوها، العيد اللي تنعبرو فيه، على الحلف اللي تنعيشوه واللي ممارس علينا من طرف الدوله ومن طرف الباترونه. تحيا الطبقه العامله المغربيه، يحيا الاتحاد المغربي للشغل. حنا في هذا اليوم اللي هو فاتح ماي واللي هي العواشر، لا في ديال العواشر اللي غدا هو عيد الفطر، وبهذه المناسبه تنقولوا للطبقه العامله ولكافه العمال والعاملات الصامدين في الربوع هذا الوطن، تحيه لكم وعواشركم مبروكه. تحيه للعمال والعاملات اللي صامدين في وجه كل اشكال ديال القمع، في وجه كل اشكال ديال الترهيب، في وجه كل اشكال ديال الحيف وديال المس بالكرامه. تحيه لكم في هذا اليوم باسمكم وباسم كافه المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد المغربي للشغل في هذه الجهه. نحيي هذا اليوم النضالي رغم كل هذه الظروف، رغم ظروف الجائحه، ورغم الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تنعيشوها، ورغم ظروف عيد الفطر اللي هو ان شاء الله ممكن غدا او بعد غدا. فابا المناضلون والمناضلات ديال الاتحاد الا انهم يحضروا ويجسدوا هذا اليوم ويوقفوا هذه الوقفه بهذا الحضور اللي في الحقيقه ما كناش تنتوقعوا انه يكون هذا الحضور من هذا الحجم وبهذه الكثافه. وكذلك من طرف واحد مجموعه من المناضلين والمناضلات اللي هما تتشوفوهم هنا واللي اعطوا الشيء الكثير للاتحاد المغربي للشغل، واعطوا الكثير لهذا الاتحاد الجهوي وهذا المقر. هادو مجموعه من المناضلين ومجموعه من المناضلات اللي ضحاوا واللي فناوا حياتهم واللي عطاوا الطبقه العامله عليها هما اليوم هنايا، ودائما مع 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 موعد ديال الطبقه العامله. عمرهم ما نساو وعمرهم ما ينساو الطبقه العامله وعمرهم ما ينساو الاتحاد المغربي للشغل. فتحيه لكم، تحيه لكم، تحيه لكل المناضلين والمناضلات، تحيه للمناضلين اللي صامدين اللي مطرودين اللي عايشين تحت الطرد اليوم هما مطرودين، العمال ديال الطقوس، العمال ديال الطقوس ديال التوزيع ديال الفواتير ديال الكهرباء، الماء والكهرباء، اللي هما مطرودين اللي هما صامدين في معركتهم حتى تحقيق المطلب ديالهم هو الاستمرار في العمل. تحيه للمناضلين والمناضلات في اسواق السلام اللي كذلك تحت الطرد هما هنا معنا، والطرد بطبيعه الحال ديال تتعرفوا شكون هما من اسواق السلام.